اهلا بيكم، معكم الدكتور تامر. هنتكلم على ال CVS او الكارديو فاسكولار سيستم او جهاز القلب والاوعيه الدمويه. هنا في اول صفحه جايب القلب وجايب مكوناته وجايب هنا الاسهم دي بتقول ان الدم بيجي منين ويمشي فين بالظبط. لو عرفنا اصلا الرسمه دي يبقى عرفنا اصلا الكاردياك سايكل كلها. هنا مثلا ده الرايت اتريوم او الاذين الايمن، ده الرايت فينتريكل البطين الايمن، ده الليفت اتريوم الاذين الايسر، وده الليفت فينتريكل اللي هو البطين الايسر. طبعا في هنا صمام بين الاذين والبطين الايمن اسمه ترايكاسبيد فالف، وفي هنا صمام بين البطين الايسر والاذين الايسر اسمه ميترال فالف او الصمام الميترالي. واللي بيكون الصمام سواء هنا او هنا حاجه اسمها البابيلاري ماسل، او العضله دي اسمها البابيلاري ماسل، والبابيلاري ماسل ماسكه بتندون اسمه كوردا تندناي، اللي هو عامل عليه السهم ده اسمه كوردا تندناي. اللي بيدخل الدم في الاذين الايمن هو السوبيرور فينا كيفا والانفيرور فينا كيفا، اللي هو الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي. الدم بيجي من الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي ويدخل جوه الاذين الايمن، بعد كده بينزل للرايت فينتريكل اللي هو البطين الايمن، بعد كده الدم يطلع من البطين الايمن ده للبلمونري ارتري، طبعا بيعدي على البلمونري فالف الصمام ده، عشان بعد كده يروح للرئتين عشان يحصل له اكسجينيشن ويطلع ثاني اكسيد الكربون اللي فيه. بعد كده الدم بيرجع من الرئتين عن طريق البلمونري فينز او الاوردة الرئوية ويدخل هنا، دي الفتحات بتاعة البلمونري فينز، يدخل على الاذين الايسر، ومن الاذين الايسر يدخل على البطين الايسر عبورا بالصمام الميترالي زي ما احنا قلنا. بعد كده الدم يجي من البطين الايسر عن طريق الاورطة، ده الاورطة اللي لافف ده كده الاورطة، وطبعا الصمام بتاعه اسمه الصمام الاورتي او الاورتيك فالف. الدم يخرج من البطين الايسر عن طريق الاورطة لباقي اجزاء الجسم. هو هنا بالظبط نفس الرسمة زي ما احنا قلنا، اذين ايمن بطين ايمن، بعد كده يروح للرئتين عن طريق البلمونري ارتري، بعد كده يرجع للاذين الايسر عن طريق البلمونري فينز، بعد كده ينزل للبطين الايسر، بعد كده عن طريق الاورطة يروح لباقي اجزاء الجسم. هو ده كده الدم بيمشي ازاي في القلب. شكرا لكم.